مرحبا، معكم مجد نصر الدين. اليوم رح نرسم سوا زهرة اسمها عصفور الجنة. زهرة كتير مهضومة، عملت صورة أنا على الانترنت لحتى فرجيكم إياها. وبدي أعلمكم طريقة كيف أنتوا تنقلوا صور، يعني كيف بقسم صورتي بشكل أنه تكون هينة علي. كيف الستابس، يعني مثلا هون أنا عندي تقريبا شكل يعني دائري وكمان مثلث، اوكي. هون عندي شكل طوالي وهون نفس الشيء ستام، ممكن يكون نازل هيك ممكن يكون رايح هيك حسب ما الصورة مأخوذة. هيدي الزهرة اللي رح نرسمها اليوم. رح اوعدكم انه هونة قد ما فيي. زهرة هي نسبيا معقدة، مش سهلة، بس رح جرب قد ما فيي هون عليكم، اوكي. هلا اول شيء بدي اعتذر كمان انه انا كنت بغياب قصري، كنت مريضه شوي، ما كنت قادره اسجل، بعتذر. وشكرا من كل قلبي لكل اللي استفقدوني، كثير كثير بقدر وممنونه قلوبكم. هلا اول شيء بنبلش لنقول بستام، يعني انا رح اخذ الخطوات خطوه خطوه. رح اعمل ستام شوي جالس، اوكي، وبرجع بعمل هيدا المين وبرجع بطلع منه هودي الورق، اوكي، البتلات يعني اللي هن. وهيدا يعني انا اذا بدنا نقسمها كانه عصفور، خلينا نقول انه هيدا الجسم، هيدا المنقار تبع العصفور، وبيجي الورق، اوكي. لحاول اعملها هينه، مش صعبه، وان شاء الله تقدروا تستفيدوا وتستمتعوا. اول شيء رح اعمل ستام. طبعا ستام بيكون له الساق، يعني بكون له هيك مثل طعجات. طبعا انا شفت كتير كتير صور، يعني انا ما بعتمد على هاي الصورة بس، يعني انا بشوف صور كتير برجع باخد خلاصة اللي شفته. وطبعا ما بخبركم كم مرة بتمرن قبل ما تزبط معي الشغلة، خاصة انه انا بدي وصلكم اياها بشكل هين، اوكي. سو ما تستغربوا اذا ما زبطت معكم اول مرة، وردي مش سهلة، زهرة مش سهلة، بس مثل ما دايما بنقول مش مستحيلة. هلا انا بلشت تقريبا بالجزء اللي هو اكبر شيء من الزهره، اللي هو خلينا نعتبر انه هو جسم العصفور، لانه هي اسمها عصفور الجنه هي الزهره. بهالطريقه طبعا قد ما فيني انا شوف صور، بكون عندي غنى بذاكرتي البصريه لحتى يساعدني هالموضوع انه انا اتقن الشيء اللي عم برسمه، اوكي. وطبعا بتمرن كتير، يعني فيكم تتمرنوا عليها قبل ما تبلشوا على ورقتكم النظيفة. تقريبا هي طبقتين. هلا من هون انا بدي طلع البتلات تبعولها، ان شاء الله يكون واضح. انا ما كتير بصراحة عم شد على ورقتي، لانه لما شد عم تنجرح الورقة وعم يطلع كتير فيها قصص مش لازم تكون بالالوان المائية، فان شاء الله يكون واضح هون الموضوع. تقريبا هيك، لاحظوا هلا رح طلع هيدا اللي مثل ما قلنا انه كانه منقار العصفور بهالطريقه. شوفوا الطريقه كيف هيك هيك، يعني انتم بتصيروا تسهلوا الامور على حالكم اذا بدكم تبسطوها، لحتى يعني بتقسموا رسمتكم بشكل مبسط، هيك بتصيروا تعرفوا تنقلوا اي صوره بتشوفوها قدامكم. برجع البتلات، هن بيجوا تقريبا فوق بعضهم، رح اعمل هيك بوقف هون، برجع بطلع البتلة الثانية اللي هي جاية قدام هاي، كمان بوقف هون لأنه بدي طلع كمان بتلة بهالطريقة. ودايما دايما منظبط رسمتنا على الاخر قبل ما نبلش نلون. رح طلع ورقه من هون كانه جايه من ورا، دايما قبل ما نبلش نلون منرتب رسمتنا على الاخر. اوكي سو هو الاجزاء اللي من ورا اللي مبينين شوي تقريبا هيك.
لاحظتوا لما نبسط الشكل قد ايه بصير هين انه نرسمه. هلا رح احاول ظبط هاي شوي، انا رح محي هول الخطوط العراض شوي لحتى ما تضيعه. هلا دايما بنقول اذا اتقن الرسم، اذا كان الرسم متقن التلوين بصير اهون بكتير ما انه نكون عم نحاول نظبط الرسمه نحن وعم نلون. تقريبا هيدي رسمتنا. هلا لحبرها نبلش سوا نحبر وبنرجع. طبعا انا نسيت لكم على الورق تبعها، الورق تبعها عريض بيكون وبهالشكل بيكون مخطط كتير بشكل واضح. هعمل وحدة بالطول كتير واضحة الخطوط فيها بتكون. ممكن نعمل وحدة كمان هيك لحتى تشوفوا ورقتها كيف بتكون. نقسمها قد ما بدنا، منزيد ورق حواليها قد ما بدنا، يعني ناخد وقت برسمتنا. هلأ طبعا هيدا كله لحأكده بقلم التحبير. اوكي رح بلش معكم ومنسرع الفيديو مثل العادة لحتى ما ناخد كتير وقت. اوكي تقريبا هي. اوكي هلا مثل ما شفنا نحن الرسمه فيها اورانج، فيها ليلكي، فيها احمر، يعني كثير كثير فيها الوان. لحاول قد ما في بسط لكم الموضوع لحتى ما يكون يعني ما يكون معقد. رح بلش اول شيء بعمل البتلات اللي فوق، فوت الاصفر حتى يطلع عندي تدرج بين الأصفر والبرتقالي الأورانج. فإذا من الأول حطيت برتقالي ما بقدر برجع بحط أصفر ليبين، فبحاول حط الأصفر بالمطارح اللي أنا بحسها هي أفتح، بحاول حط البرتقالي بالمطارح اللي بحسها أغمق. طبعا هاي الرسمات عادة كتير بتاخد وقت لأنه كتير فيها تفاصيل، كتير فيها ألوان. الموضوع اللي أنا عم حاول أعمله معكم إنه عم بسط لكم الأمور لحتى تتعودوا كيف تنقلوا الأشياء، كيف يعني كيف ما تخافوا من شيء. حاولوا ومرة على مرة بتصيروا كل ما رسمتوها بتحطوا تفاصيل أكتر، بتحطوا جهد أكتر باللون، بتحطوا أوكي يعني أكيد كل شيء ممكن نعمله أحسن، بس نحن عم نحاول هلأ نبسط الأمور لحتى حضرتكم تنسجموا مع الأشياء أكثر. لاحظوا كيف أنا عم خلي البرتقال يفوت بالأصفر اللي عندي، بس عم خلي مساحات بيضاء.
أنا أخبركم شغلة، اليوم 14 نوفمبر 2020 بيصير لي بالإمارات 27 سنة، هالبلد الكريم اللي استقبلنا واللي حضننا وكان بمثابة وطن غالي وعزيز. فبحب شارك هالأشياء معكم، الله يعمر أوطاننا لحتى ترجع تقدر تستقبلنا بكل حب. هلا أخذت أحمر غامق شوي لحتى كمان وضح الغوامق بشكل أقوى. يعني مثل عم بعمل تدرج إذا بتكون للأورانج بمساعدة هالألوان، عم حط شوية غامق هون لحتى يعطي انطباع انه هي ورا وجاي يظل عليها. نفس الشي هون عم بشتغل عمهلي عشان حضرتكم تشوفوا، وما بدنا نستعجل ننزع الشغل تبعنا. هلأ رح اكتفي فوق هالقد، رح انزل لهيدي. هيدي اذا ملاحظين في احمر موف اخضر اصفر، تقريبا في كل الالوان. اول لون ببلش بحطه لانه هو افتح شيء اللي هو الاصفر، اوكي، وتقريبا جاي هون. رح ارجع اخذ، هن الالوان فايتين ببعض، رح ارجع اخذ الاورانج ولا الاحمر عفوا. لاحظوا ما عم كتر لون وما عم كتر مي لحتى ضل اقدر اتحكم بشكل لون نسبي بكمية اللون اللي انا عم حطه. ينزل الأحمر هيك، هاخد الموف حطه حد الأحمر عشان كمان يتداخلوا ببعضهم يعطوني احساس حلو بنعومة هالجزء من الزهرة اللي نحنا شبهناها لجسم العصفور. تقريبا هيك. هلا اللي رح يجمع كل هودي لون الاخضر. اوريدي انا عندي اخضر مخلوط من قبل فبحاول استعمله. اذا حاسه انا مثلا انه ريشتي كبيره على المساحه اللي عم لونها تلقائيا طبيعه الحال لازم غيرها، وابدا ما بزعج حالي انه خاصه اذا موجود عندي ريش صغار. هلا طالما قادره انا اتحكم فما عندي مشكله. لاحظوا هلا انا عم فوت الاخضر على الموف لانه هي هيك، يعني هن الوان متداخلين ببعضهم بشكل كتير لطيف وحلو. حتى الأخضر الموف واصل شوي على الأحمر من فوق. نظف ريشتي بهز باللون. بحط موف شوي غامق تحت لتعطي تقل من تحت، اوكي. لاحظوا كل ما احط طبقة بتبين اغمق. هلا هون في خط احمر واضح رح احاول ارجع اعمله.
نزله شوي. معلش ولو كنت عملت خط وما طلع بمحله ما مشكلة، بحاول زبطه باللون. اوكي رح وضح الأحمر فوق شوي كمان. الأصفر مع سطرية الريشة مثل. اوكي هلا رح اخذ شوية، رح ارجع لفوق شوي قبل ما انزل لتحت. رح اخذ اصفر اقوى شوي، زيد لون لاعمل فاليو يعني للورق اللي عم لونه. مثل ما اتفقنا كل طبقة بتصير تعطيني تقل لوني أكتر. مش عم باخد الأورانج حسوا طريقة التلوين قديش عم تكون ناعمة رايقة. ما بدنا نستعجل ننزع الشغل تبعنا. ناخد شوية أصفر نحط الفراغات شوي، يعني حلو نترك أبيض بس كمان ما نبالغ لحتى ما يبين فيه كتير، ما في فاليو لوني للشغل تبعي. لاحظوا هالخط هون، مطرح ما نزل اللون بكل بساطة باخد ريشته. اوكي شوية موف حلوين، بس لاحظوا ما عم كتر مي عشان ما انزع كمان هيك ببساطة وبنعومة. برجع بأكد على هذا الأحمر. هلا هيدي ممكن تكون اطول شوي، يمكن كان لازم نرسمها بالعرض بس ما مشكله، يعني كل اشكال الزهور بتتلاقى بالطبيعه، فابدا ما تضايقوا حالكم اذا طلع، يعني اذا حسيتوا انه في هون لازم تكون اطول، لازم كله موجود. صدقوني انا شفت اشكال غريبه عجيبه سبحان الله، وعم نحاول نعمل الشكل الكلاسيك اللي هو متعارف عليه واللي دائما بنشوفه. احط شويه موف هون بشكل يفوت مع الأحمر، وبرجع رح غمق تحت كمان هيدا الخط. خليني احط شوية أخضر
بحاول حافظ على التدرجات اللي عملتها، حتى انا وعم هز باللون بحاول ما اخسرهم. اوكي هلا لحذف هون الالوان، رح اخذ شويه احمر غامق مع شويه ماجنتا، فوتوا شوي هون ليبين عندي طعجات بالورق. نفس الشي هون بعمل شوية غوامق كأني عم وضح، يعني انه هيدي عاملة ظل عليه وراها، يعني كل شي قدام بيعمل ظل علي ورا ببين انه عندي مطبقة. اوكي بهالطريقة لما تنشف رح ارجع اعمل شوية تاتشات. هلا بتشوفون رح اشتغل بهودي هاي، رح اخذ ريشي شوي اصغر لانه اداء هن لونهم موف ليلكي. ليلكي الفايوليت اللي على ازرق اكثر، اللي فيه ازرق اكثر بشكل بسيط. حط شوية لون برجع درجه. هلا بغسل ريشتي بعتمد على اللون الموجود وفتحه شوي شوي. لاحظوا دايما ريشتي عم غسلها. هالقد بسيطة هيدي، ما رح نعقدها أكثر. رح آخذ شوية كحلة زيدها هون هون. اوكي هلا رح نبلش بالورق الاخضر، رح اقلب البلات تبعي لانه عندي اخضر اوريدي. فينا نستعمل الالوان طبعا اللي مستعملينها من قبل. اوكي الاخضر كتير بسيط، اخذ شوية اصفر. صرتوا تعرفوني انه مع الاخضر لازم نبلش بالاصفر شوي. لون بسيط يعني ما في كتير تعقيد هيدي الورقة. رح ارجع اخذ هلا هون ناطرة السام ما عملته لانه بدي فوت الاخضر شوي لفوق، فلحتى ما يفوت بالاحمر ويوسخ لي اياه ناطرة لينشف. اوكي رح اخذ اخضر شوي غامق، رح اخلطه شوي مع بني مع ازرق يعطيني هاللون اللي على تركواز.
تركواز العتيق يعني، مش ال لأنه فوتنا له بني. هون الورقة من جوا لازم اعمل انطباع انه هي يعني فيها كيرف. هون في ظل من هاي الورقة على السام، نعمل اخضر غامق شوي. رجع اعمل هيدا شوية اخضر هون وبهاللون الحلو، بحاول فوته بكل المطارح. طبعا هون في اعمل هيك شوية شوية ورق لحتى مو تبين مفصولة، يعني كأنه نحنا في مشهد كتير أخضر ونرجع نحنا مركزين على هيدي على هودي الورقات بس. شوية أخضر أغمق نفس الشي هون، أعطي انطباع إنه هي من جوا. نفس الشي هون، أنا هون عندي مزيج من أخضر وبني، نعمل انطباع طبعا هو نفس اللون، فيه شوي فوتو لحتى ما يبين كتير مفصول. هاي الورقة الخضراء طالعة على السم، لف لف عليه. فوت شوية موف هون خلفية، حاجة اخد ريشتي صغيرة وشوية شوي اعمل تفاصيل بسيطة يعني مش كتير. هي محاولة لتهذيب الألوان، نفوت شوية موف هون لأنه هي لما تكونوا عم تلونوا شيء هالقد ملون بصير كله يعطي على بعضه. اوكي هدا عم هذب الظلال اللي حطيته، حط هيك نقط زهر يعطوا حياة للرسمة
في اشي يعني حتى حسوها واعملوها، مش ضروري تكونوا شايفينها. حبي انا اعمل اليوم هيدي المشاغبة تبعيتنا، واكيد فيكن تعملوها وفيكن ما تعملوها. لاحظوا هيك بنغني شوي الباك جراوند تبعنا، وفيكن تخلوها رايقة وناعمة إذا حبيتوا. حسوا بتصير الخلفية والشي اللي عم نرسمه بيعملوا مثل حوار بين بعضهم. آخر شي حب اسويه باخد شوية لون بدون ما كتر مي، زبط هيدي الأخضر بنفس الوقت بأكد على الغامق هون اللي جاي يظل من الورقة عليها. اوكي، هذا كان درسنا لليوم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. ان شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. ضلوا بخير وضلوا ممتعين. باي.